التباعد الاجتماعي لماذا يعتبر مهماً؟ ستساعد النظافة الجيدة والتباعد الاجتماعي في وقف انتشار فيروس كورونا COVID-19. فيما يلي ما يجب عليك فعله: حافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد، ويفضل أن تكون مترين. ارتداء غطاء الوجه ماسك داخل الأماكن العامة مثل أماكن الرعاية الصحية NHS والمتاجر والمواصلات العامة أو المشتركة. يمكنك رفع غطاء الوجه أثناء الأكل أو الشرب. اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام وبشكل كامل لمدة 20 ثانية. استخدم معقم اليدين إذا لم تستطع غسلها بالماء والصابون. يجب أن يكون السعال والعطس بمنديل ورقي والتخلص منه بأمان. استخدم كمك إذا لم يكن معك منديل. تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك. لا تلمس غطاء الوجه أثناء ارتدائه. الحد من عدد الأشخاص الذين تتواصل معهم في الأماكن العامة. تجنب الأماكن المزدحمة. قم بالتخطيط المسبق واستعد للعودة إلى المنزل إذا كانت الطرق مزدحمة بشكل كبير. العمل من المنزل إذا أمكن. الحد من عدد الأشخاص الذين تتواصل معهم والذين لا يقيمون معك. الأشخاص الذين يقيمون معك هم من يتقاسمون معك السكن أو المنزل. تزيد المقابلات في أماكن مغلقة أو داخل السكن مع أسر أخرى من خطورة انتشار فيروس كورونا COVID-19. قد تكون قادراً على تكوين دائرة دعم أو فقاعة دعم. على سبيل المثال، التواصل مع أسرة أخرى إذا كنت تعيش بمفردك وتحتاج إلى مساعدة في رعاية الأطفال. الحد من اتصال الأشخاص خارج فقاعة الدعم. تتغير القواعد المتعلقة بعدد الأشخاص الذين يمكنك مقابلتهم وأين يمكنك الذهاب بانتظام. لذا حاول مواكبة أحدث المعلومات.